67 شنو هي قدام 2023؟ اللوجيستيال مالها تغير، النظم الاقتصادية مالها تغيرت، الفكر الاقتصادي مالها تغير، السياسة الاقتصادية مالها تغيرت، النظم المحاسبية مالها تغير، نظم الرقابة والمتابعة والتسيير والتدقيق مالها تغيرت. جيد سيد رئيس، اللي نسولكم سؤال، لدينا سؤال مهم رجوعا للحزب ولا رؤيتكم الحزبية. نختار نعرف سيد الرئيس السابق ذاك سؤال نسولكم هون في سؤال، هل لكم علاقة شخصية بالرئيس غزواني؟ الرئيس غزواني نعرفه، ومن رأي كانوا بالفعل هو اللي تلفن لك و... نعم الرئيس غزواني نعرفه، معرفتي به من هاي طاري، انا دائما نقول اني الخطة نعرف، ما قال انا من الناس اللي ما نستغل المعرفة لا في الاستغلال. ترافيك دين في ليانس ما نعدلو، انا نعرفه ان كان جاي دوره تدريب على المدرعات في بغداد، ونعرفه ان كان في عمان في دورة اركان مع الجنرال سيدنا والسيد هيبه ومع الضباط الاخرين، ونعرفه في دمشق ان كان يجي فم يتردد عليه احنا ديك الساعه في دمشق، ونعرفه مني عاد قائد اركان. انا الله قاعد هو من الناس اللي عن طريقه تعرفت على الرئيس محمد عبد العزيز سنه 2008 بالضبط، وبالتالي نعرفه كراجل طيب اللي ظاهر منه اللي تقول الناس يا غير، نعرفه في التسيير ولا نعرفه في الإدارة ولا نعرفه في القيادة وفي السياسة، ما فيها نعرفك وتعرفني، ما فيها صاحبي صاحبك، فيها الإنجاز والعمل. أنا لين نعود خويا اليوم هو الأجدر لا نقدمه لا نتردد، ولين نعود ما هو قاد يقود لا نقولها له. وبالتالي فعلا أنا تواصلت معاه أيام الحملة طلب منه هو، والتقينا أكثر من مرة، التقينا مرتين ولا ثلاثة ولا أربعة، وقلت له ظاهر لي في قضية الرق، وذا ظاهر لي في قضايا الحراطين، وذا ظاهر لي في قضية الوحدة الوطنية، وذا ظاهر لي في القضايا الاجتماعية. لا كان هو من نفسه كان معجب، وذا موجود موثق مسجل بالصوت والصورة، لقاء عام كان فيه هو وكان حصري وحضره قدر من الكفاءات من الأطر، وكان بالنسبة له أن هذا هو اللي الله يخلق، وأنه هو إن شاء الله يدور يتم يسمع كلامنا ويسمع آرانا. وقلت له مالين ولا يدير حاجز بينهم على الشعب، ولا يدير حاجز بينهم على الحراطي، ولا فيه وصي على الحراطي، ولا يقبض لهم سمسار، ولا يقبض لهم وكيل، وان الرق مشكلة موريتانيا ويلا تحلها الدولة الموريتانية، السلطة الموريتانية، الإرادة السياسية الموريتانية بالقانون وبالعدل وبالبرامج الاقتصادية، وانه ما عينوا فيانا ولا عينوا بيرام ولا عينوا ابراهيم ولا عينوا في الحر ولا عينوا في المر، ولا عينوا في الاحزاب ولا عينوا في الحركات. اللي قلت له انا بعض السيد رئيس هو اختر هو يمارس الزبونيه ويمارس الوكاله ويمارس سيرفيس كاميرات، راه هو قباضي كطري، ما زالت الازمه قائمه، ما زالت القضيه مطروحه، وبالتالي بعض المال تراك البعض السيد رئيس يقول عليكم يعتبروا من الشخصيات الحراطين اللي تقول تعود ما تعيش الواقع اللي يعيشه الحراطين، نظرا لتربية الأسرة وظروفها، نظرا لياس ما الله قاعد بتعود أحسن أنتم من بيضان قاعد في مجتمعكم، وأنا هاي قد عود ولد نظرة عند الساعة تعتبر نظرة راديكالية ولا نظرة أيضا متشددة حتى على الحراطين بموسو. أنا أنا متشدد، شفت أنا الحراطين ما في عظامهم، ولاني متطايح لهم في ليدين ولا ندود لأخلاقاتهم، ونقولوا بجماعي الخاصة والعامة انا نلوث الحل قضيه، فهمت؟ ولاني من الخلق اللي يدقدق مشاعرهم ويقول لهم شي ما هو حق. انا ديك الساعه اللي قال هو انهم ياسرين، قلت انا انهم مصنع العبيد، باللي فعلا اليوم منين تخرص اي اسره من الاسر الفقيره ترى عندها 12 13 8 4 6 من الاطفال ما يقراوا ولا يتعلموا ولا هم مربيين، ثم الوضع كون وسطي انا يسوى بالمين الحق لين تم لا حرطان، فهمت؟ وفخور بني حرطان، وفخور اني منحدر من مجتمع العبيد تاريخيا، يا غير فخور ايضا على اني استطعت اني نتجاوز العقده، واستطعت اني نتقلب عليها بالعلم وبالمعرفه وبالمعامله، وبالتالي ما عندي عقده من البيضان، ما عندي حساسيه من البيضان، وانا هو اللي طرحت هون مصطلح بيضاني حرطاني كوري هال بولار ولف سونيكي. ولا كانت زينه ديك الساعه عنده عبد العزيز غير عقبة على الحقيقه، بيلي لا يصح الا الصحيح، بيضاني بيضاني، حرطاني حرطاني، كوري كوري،
وحنا يلا نعيشوا في الارض موحدين متاخين، ولا فينا حد يقصر اخر، ولا عندي عقده الاستعلاء. تعرف علاش ما عندي عقده الاستعلاء؟ بيا اللي انا ماني شايف وتوف حد قد يستعلى على حد، يكون بالعلم والله بالمعرفه والله بالاداء. جيد، عندهم جيد. جمله من الاسئله، لما الواضح. سؤال جيد. لا حاني نوفي لك القضيه. بالنسبه للاحراطين، الاحراطين عندهم مشكله هي عقده الشعور بالدنيه. وسابق ما فات وتخلصوا الاحراطين مثقفين ومتعلمين وعامتهم من عقده الشعور بالدنيه، ما هم قاع لا يصلحوا ولا ولا يتقدموا. وعند البيضان عقده الشعور بالاستعلاء، وسابق ما للبيضان ما فات وتنازلوا عن ذيك عقده الشعور بالاستعلاء. هذه قاع الخلطه ما هي من الجابر، ونين ما تجابر هذه الخلطه وحده هذا الوطن، امن هذا الوطن، استقرار هذا الوطن مهدد بالزوال لا محالة. لأن هذه المجموعة اللي انطلقها أنا عليها المجموعة العربية هي المجموعة الضامنة، وهي المجموعة الدومينا، هي المجموعة الغالبة المسيطرة. نين تعود مسيطرة لا بالفشل، مسيطرة لا بالحرمان، مسيطرة لا بالمحسوبية بالقبلية بالجهوية، مسيطرة لا بالفساد. موريتانيا ما لها تحصل حين تموا لا نبنوا دول. إذا أنت الحق رازمة يجي واحد ثاني يطحنها أنا ورد أنا صار أنت ونبنو مولي سيد رئيس. إيه لا حنيني نبنو بيك مشكلة. تفضل. على ذكر الجهوية يؤخذ عليكم أيضا أنكم كانت عندكم خطابات جهوية حادة، وعندكم انتقدتم مثلا عطر وكوادر وسلطتوا الضوء على ياسر من الخطابات اللي يعتبروا تسابقة، وخاصة كسياسي يدور مثلا الشعبية والله يدور ما أنا لقى لعاد يعتبر أنكم عندكم أداء مع منطقة معينة. لا شفت هاك مالي راني نجاوبك فيه. شفت انا من السياسيين قلت لك اني اللي ما ندور الاصوات بالكلب، عرف عن خطابي اذا انه بثمنه كلف ضريبته، ولا ندفع ضريبته من المجاملات، المنافقين متملقين جهويين قبليين العنصريين. انا هم واحدين يقولوا اني عنصري. انا نطالب بالوحده وبالامن وبالاستقرار، نطالب بالمحبه وبالتاخي، نطالب بإنصاف الناس. يقول لك لا عنصري لأن ما في نفسك يدلك على الناس. ثانيا أنا هو اللي نقد نعود، ما عندي عقدة تجاوية بيا اللي تقليديا منطلق من شمام، هاي جذوري أنا شمام، وسطيا الحوض الشرقي، وانتهاء في شمال موريتانيا. معناه اني جامع موريتانيا، جامع ادرار تير الزمور شمامه الحوضين. ما انا الله للعصابه، عندي واحد من جدودي قد بعته خيمه من العصابه هداوه لطوار الجنه. هداوه خيمه ولا ما ناسينا اسمه، هداوه لطوار كافي ذاك اللي هداوه له الله يسهل عليهم. وبالتالي ما عندي ذيك العقده، انا عندي عقده اني موريتانيا تستحق الكثير. نريد جواب صريح. موريتانيا تستحق الأفضل. ذي الصجماعة الأخرى اللي معدلة من راسها هولوكوست، وعندها خطوط حمراء ما تلتحق، وشاكنها طامعة في عقل الناس، وشاكنها عقل من الناس، وشاكنها أذكى من الناس، لكن أنا ماني شاكو، وبالتالي ما ترددت فعلا أني خدت ذيك المعركة وضربت كتابها وضربت مفكرينا وضربت مثقفينا وضربت منظماتها الشبابية والحقوقية بالفعل. وقفت بيا اللي نعتبر عن الجهويه والقبليه انهم من اخطر الافات على الدوله، وانهم من اخطر الافات والعوائق على هذا اللي ينقال له نضال حركه تحرير وانعتاق الاحراطي. جيد سيد رئيس، في سؤال مهم ونريد جوابا صريحا معكم، كنت صريح معنا في المقابله شيماء. سيد رئيس لاحظنا لاحظنا سيد الرئيس لأنكم في الآونة الأخيرة لاحظنا خرجة للوزير السابق جبريل محمد جبريل والأستاذة عزيزة البرناوي، وعاقبهم مباشرة هيئة الدفاع عن عزيز، وجيتوا أنتم عاقب ذاك. وأول حاجة اللي خرجة نتذكروا كمتابعين للساحة شفناكم كاملين كنتوا في البلد، من رأى كان بالفعل هناك خلاف ينقال عنه بينكم أنتم وبين جناح محمد جبريل، وبالتالي اضطريتوا لأنهم عادوا هم يعقدوا مؤتمراتهم وأنتم تعدلوا انشطة داخل الحزب. ايش شاركوا جناح محمد جبريل؟ اي جناح؟ المؤتمر الاخير اللي عدلوا. انا شفت ذاك اللي عدلوا.
إيه. ذاك معدلين باين باقي يعدلوا في اطار حزب لا. حزب الرباط. افهمني حزب الرباط ما عدل المؤتمر. انا دائما نشوفهم واحدين يكتبوا لقد انسحبنا من حزب الرباط، يجوا يعطوا نهارين ويتوصفوا الزريانه ويمشوا ويعلنوها ويعقبوا يعينوا في تآزر، ونشوفهم مدى واحدين اخرين يتوصفوا هون معايا نهارين ولا ثلاثه ويعقبوا ترتفد عنهم الضرائب، يعود عندهم موكا ولا عندهم شيء من مستهدفين من طرف النظام، يعطوا نهارين يتوصفوا هون يظهروا في حزب الرباط ومثل ما عارف يمشوا ويهدوا. احنا ما انا مهدئين مع هذا النظام، انا ماني مهدئ مع هذا النظام. وموقفي المعارض من النظام بلطو سابق انضمام محمد عبد العزيز للحزب. محمد عبد العزيز جانا لحقنا هون مصعدين لا بار فوت ومازالت لا الفوت. اللي من ذي الناس ظاهر له على ذي الطريق هي الصالحه. ايه مرحبا بيه وسهله. المؤتمر ما بغى تخليه. ايه ونين يخلق ذيك الساعه راه قد يقول حد انه جناح هون والله جناح له. المتعاطفين والمعجبين والمنتمين والمؤيدين للرئيس محمد عبد العزيز الاف البشر اللي يمشي قاعد انا نعرفه ويوميا يجوهم بيانات وراكم عندهم مجموعات وعندهم جروبات واتساب وكما يظهروا وينزلوا كل وقت للشارع يعدلوا تظاهرات ويعدلوا وقفات. والرجل عنده جماهير هائله يقد عدو جبريل منها وواحد ثاني منها هم احرار. انا نتكلم عنه الحزب كمؤسسة. نظام الحزب مؤسسة الحزب هذا حزب يعمل في إطار القانون وفقا للقوانين وفقا للانضباط. حد منضبط مرحبا به، حد ما هو منضبط لا يخاوم على الباب. سيد رئيس ما فيها مجاملة. سيد رئيس انتم ينقال عنكم نحن لا نعبد إلا الله. هل التقيتم بالرئيس السابق بعد خروجه من المستشفى؟ لا الرئيس السابق بعد خروجه من المستشفى اشكر الله اللي مقلع علي. أنا قاعد طارح طلب عند قطب التحقيق ندور نلقاه اللي له 8 أشهر ولا هي له هجوا بيا ويماطلوني ويجيو يتلقاو لي بوجه طيب ويقولوا لي شي من الكلام الطيب ومال نقول لهم. جاتنا هنا اسئله المتابعين لنطرحها. السؤال الاول عندكم اسئله المتابعين والله على المنصه ما كانت مبينه. سيد رئيس في سؤال قال قلتم في مقابلة سابقة لكم قبل السنوات على إحدى القنوات أنكم لا تتخذون موقفا إلا مدفوع الثمن، كيف تبررون ذلك؟ وهل نعتبر موقفكم مواقفكم الحالية مع الرئيس السابق؟ هذا كلام مجتزئ. مين يمشي يرجع لك قلنا دور يعرف لك قلنا ما هي قضية قاضي السوء هذا اللي قطع طش من الفيلم. كلام ما يجتزئ ما ينطرح لنا نوع. في سؤال آخر قال خلال 3 سنوات مر الرئيس سعد بعدة محطات، الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية حركة خلال قال 3 سنوات خلال 10 سنوات خلال 10 سنوات مر الرئيس سعد بمحطات الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية حركة إيران الأغلبية دائما للرئيس السابق والعبد العزيز دعم الرئيس محمد الغزواني في الانتخابات الرئاسية الأخيرة تراجع عن دعم الرئيس غزواني والوقوف إلى جانب الرئيس السابق عزيز ربما قد نشاهد موقفا آخر. سؤال هل من تفسير أو سبب موضوعي لهذا الترحال؟ هذا الأخ تمخر فيكم ما أنتم تطرحوا لي الأسئلة لأني أنا منين يطرح هذا السؤال نوقفوا على جفار. شوف خلال 10 سنوات تنقال 2011 يا أخي الجبهة ما تدخل اللي أعطيها الوانة هو كمعلومة. ثانيا المولي اللي نعطيه من 2011 إلى 2021 احنا ما قطعنا في الأغلبية لأن احنا كنا في إيراق وإيراق قطعناها ما هي من الأغلبية وعقب ذلك عدلنا حزب الرباط 2016 وقطعناه ما هو من الأغلبية واضح. ثالثا النقطة الأخيرة اللي وقف عندها دعم محمد والقزواني والقزواني كاع دعمته دعم عزيز ودعمت موريتانيا قال له مرشح للجماعة الوطني لماذا لا انا وحدي هو اللي يسول عن علاش ندعمه ما يسول ار اف دي ضريك علاش دعمته ويسول لي اف بي علاش دعمته ويسول بنحنا هذا علاش دعمه ويسول هو كاع من جابه اصلا لنا رشحه رئيس. هذا معناه هذا النوع من الرواقيج كلامه. ثانيا من سنن الله في خلقه التشكل والتغير والتطور. الحركة هي طبيعية. فهمت؟ وحنا هو فاق الله على شرع ما من تاريخنا. احنا تاريخنا اليوم الحمد لله يمتد 36 عام بعد
السنوات قليلا ندور نوفوا اليوبيل الذهبي في النضال وندور ان شاء الله ونعلنوا عاد بذاك سيد الرئيس مارقينو. الوقت عادي وداهمنا الفنيين الشروع عن الوقت عاد وداهمنا. في سؤال اخير قد ينقال عن في مؤتمر دولي لينظم في مجال حقوق الانسان وعنه برعايه رسميه من نظمته حركه ايران واعلنوا برعايه رسميه وعن معدل في قصر المؤتمرات ويقال عنها لاول مره في سابقه يعدد المؤتمر عن جانب واحدين من امريكا الى غير ذلك. سؤال مطروح من درى انتم كماده عندها تاريخ حقوقي هل القضيه الحقوقيه الان بخير وشنو هي الافاق المستقبليه والاستشرافيه؟ شوف معنى الله القضيه الحقوقيه ما هي بخير بين الحقوقيين من فاسهم ما هم بخير ورخص اللي جبر قضيه الحراثين اللي عاد تنقالها الحقوقيه حد انا يستعين ينقالنا الحر ما عندنا مشكله حد انا ينقالنا حركه تحرير وانعتاق الحراثين ما سوء فتره رناني جانا مصطلح حقوقي حقوقي هذا حقوقي اللي طرانا تالي وهو ارخص اللي رينا بلي حولنا من نضال الى بورصه الى سوق وبالتالي لا هذا المؤتمر هو الاول من نوعه هما كانوا لا يعدلوا انا نعرف اداره الامن السابقه هيك الساعه تتلقى لهم هون في المطار ما تخلي الضيوف يجوا ويمشوا شهر دكار ونين يمشوا شهر دكار تخلي الوفود ياخذوا منهم هذا الشيء من السيرفيس كاميرات عدل لك خدم لنا خدمه ولا عنده اي تاثير لا على قضيه الاحراضي ولا على قضيه النضال ولا على قضيه الحقوق ولا على قضيه الشعب الاحراطي ولا على قضيه الاحراطي ولا يخدم الوحده الوطنيه ولا يخدم لهم هذا الشيء من الابتزازات وشيء من الترضيات كيف ذاك اللي يخلق في الصفقات يخلق عاد في الحقوق يخلق في الثقافه يخلق في افراق زينه ويقول لك احنا داعمين النظام لمحاربه الفساد انت بنفسك مفسد وسارق قرض وانتم نفسكم قابلين القرض الزراعي وبركتوا وبطلوا قرض الصين كل ظالم واجرنا على الله سيد الرئيس ما تبقانا من الوقت يكون نشكركم باسمنا وباسم ايضا المشاهدين منصة الإنارة الإخبارية وجزاكم الله خير على هذا الوقت وعلى هذه المقابلة لأعطي الخيار ولما افترقنا لكن لا خيار مع شكرا شكرا جزيلا شكرا لك شكرا للفريق الفني التوفيق مصيكم الله على الحيادية وعلى الموضوعية وعلى النزاهة الفكرية والأمانة الفكرية لا تعودوا كيف نادم اللي قطع أول الخطاب وخلى عكاك مباشر مباشر نادم البيت اللي يقول لي أنت قلت أنا قلت ليلة الانقلاب على الرأي ونبذمنها ونحن نقبض ولا الثمن الأخلاقي احنا العمل الواحدين فيه